القانون ديال الهجرة الجديد اللي غيطبق في 2024 كنظن غالبيتكم سمعتوا به وسمعتوا بالنوميداليس اللي قالتهم الوزيرة اللي هي إيما سايس اللي هضرت على القانون ديال الهجرة وبغات دير موديفيكاسيونيس على هذا القانون. هذا اليوم غنشرح لكم بالتفصيل شنو هو المقترح ديال الوزيرة إيما سايس اللي كاينه حاليا في الحكومة الجديدة. السلام عليكم، كنتمنىكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. قبل ما نبدأ كما العادة بغيت نذكركم بواحد الحاجة، بزاف منكم كتشوفوا الفيديوهات ولكن للأسف ما كتفعلوش شيء، ما كتفعلوش لا مع الفيديو ولا مع القناة ديالنا. حاجة بسيطة تقدر تدير واحد الفرق كبير بالنسبة لينا باش نوصلوا المعلومات. لايك كومنت لهذا الفيديو وما تنساوش تشاركوا في القناة ديالنا باش هكذا أي فيديو درناه يوصل لكم ببساطة نهار فاش كينزل، حيت كنديروا لكم نويلاديس اللي يلا عاد خرجوا. اذا ما نشرح لكم شنو هو هذا القانون الجديد وشنو هو المقترح الوزيره اللي هي إيما سايس كما قلت لكم، كنعاود الاسم ديالها باش هكذا تحفظوه. عرفتوا علاش؟ حيت غادي يجيكم في الناسيوناليداد نهار فاش غتمشيو ديروا امتحان ديال الناسيوناليداد. ركزوا معايا مزيان. اذا الموضوع ديالنا ماشي هو الناسيوناليداد وانما هو القانون ديال الهجره الجديد او المقترح ديال الوزيره. شنو كتقول الوزيره؟ بغات تبدل هذا القانون وبغات تحمي المهاجر وتعطي له حقوق اكثر. هنا غتقولوا لي كيفاش بغات تحمي المهاجر؟ بغات دير واحد القانون اللي هو مبسط اكثر، حيت حنايا نورمالمون ملي كنجيو كمهاجرين وكنبغيو نديروا هنايا الريسيدنسيا ديالنا كاين واحد الانواع ديال الريسيدنسياس اللي هما كياثرونا حنايا. ريسيدنسيا تيمبورال، ريسيدنسيا العاديه اللي هي كياخذوها استوديانتيس ملي كيجيو، وكاين الريسيدنسيا غروباسيون فاميليار وديال الرايو بارافورماسيون ديال باريخا ديتشو. المهم كاينين بزاف ديال الانواع ديال الريسيدنسياس راكم عارفينهم بلا ما نعاودهم باش ما نطولش في الفيديو. الوزيره شنو كتقول؟ كتقول هاد الريسيدنسياس ملي كيجي الشخص يديرهم راه كيعقدوا عليه الامور، كيطلبوا له بزاف ديال الوثائق اللي حنا مطلوب منا اننا نجمعوهم، خصوصا الناس ديال الرايغو بارافورماسيون. واللي دار هاد الرايغو راه عارف شنو كنقول. ملي كدير الرايغو بارافورماسيون كيطلبوا لك واحد المجموعه ديال الاوراق اللي هي كتفيد بانك مقيم هنايا عامين. هاد الوزيره بغات تبسط شويه هاد القوانين حتى الناس اللي بغاو يديروا لاول مره الريسيدنسيا ديالهم مثلا ديال ترافاخو او لا الريسيدنسيا العاديه نقولوا التجمع العائلي. الناس ديال ريغروباسيون فاميليار راه كيطلبوا لهم ما عرفتش شحال ديال الاوراق. الوزيره كتقول بغينا في هاد العام الجديد بغينا نقصوا من هاد الوثائق باش هكذا اولا المهاجر يستافد ويجمع الوريقات ديالو دغيا دغيا، وثاني حاجه باش تخفف حتى العمل على الاكسترانخيريه والموظفين اللي كيخدموا تما. علاش ما كيجاوبوناش مثلا ملي كنقدموا الوراق ديالنا الريسيدنسيا ديالنا سواء تيمبورال او لا شي نوع اخر دغيا دغيا؟ كيتعطلوا بزاف، كيتعطلوا حيت الملف كيكون طويل وكبير وفيه بزاف ديال الوثائق وخصهم يتريطاو ورقه ورقه. هي كتقترح انها تخفف هاد الوراق، هاد الوثائق يكونوا معقولين، ماشي ما تجيبش الوثائق طبعا ما يمكنش تحيدهم، راه اي اداره مشيتي لها خاصك ضروري الوثائق، ولكن اضعف الايمان تجيب غير الوثائق الضروريه. حاجه اخرى هي انه حنا كتعطانا في الاول الريسيدنسيا التيمبورال اللي ما فيهاش الاوتوريزاسيون ديال ترافاخو. هي كمقترح ديال الوزيره هاد السنه كتقول علاش كنعطيو الريسيدنسيا اللي ما فيهاش اوتوريزاسيون ديال ترافاخو وحنا كهنايا كاسبان محتاجين اليد العامله. دابا كيفتحوا الكونتراتاسيون ديال ترافاخو بانه يجيبوا العمال من الدول الاخرى، من المغرب، من اي دوله اخرى فيها العمال، ولكن في نفس الوقت حنا بامكاننا اننا نعطيو الريسيدنسيا لهاد الناس اللي كاينين هنا وفيها الاوتوريزاسيون ديال ترافاخو. هكذا الدوله غتستافد من هاد الناس هادو اللي اغلبيتهم كيكون عندهم حرف اللي هي اسبانيا محتاجه ليهم بزاف. وواحد النقطه اللي هي اخر نقطه جد مهمه ركزت عليها الوزيره اللي هي حمايه الطبقه العامله، يعني العمال. العمال المهاجرين غالبيتهم كيستافدوا من مجموعه ديال الحقوق، ولكن كاين بعض الحقوق اللي هما كيغفلوا عليها بعض المرات جهلا بالقانون. ما كيكونش الشخص عارف القانون ديال اللي كيأثر العمال ما له وما عليه، حيت حنا دائما كنسمعوا بانه راه انا الامبريسا درت لي وحنا خدامين في هذا الشيء. شحال من امبريساس جراو على العمال قبل ما يكملوا السنوات مثلا سنوات او ثلاثه او لا نهار فاش كيجي يبدل الكونتراتو ديال العامل كيخرجوا. المهم كاين بزاف ديال الامور اللي حنايا شهدنا عليها بحكم انه حنا كنستقبلوا هاد الملفات ديال الحقوق ديال العمال مهضومه، لابوغادا ديالنا كتراطي هاد الملفات هادو. هنا غنفتح واحد القوس قبل ما نقول لكم شنو قالت الوزيره إيما سايس. بغيت نقول لكم بان اي واحد عنده شي مشكل قانوني ممكن انه يتواصل مع الجمعيه ديالنا في جميع المقرات ديالنا
ما قدرناش نعاونوه كاع كنعطيوه المعلومات الصحيحه. وواحد النقطه اخرى غنركز عليها بزاف هي ردوا البال وقراوا على الحقوق ديالكم وقراوا حتى على الواجبات ديالكم ماشي فقط على الحقوق ديالكم، حيت بعض المرات الجهل بالمعلومه هو اللي كيؤدي بنا للهويه. نرجع شنو قالت الوزيره إما سائس، الطبقة العاملة كتهضم الحقوق ديالها، هي بغات دير واحد القانون كيأطر هاد الطبقة هادي وتعطى لهم الحقوق ديالهم كاملة. هو كاين قانون كيأطر الطبقة العاملة، طبعا العمال بصفة عامة سواء الأجانب أو العمال الإسبان، ولكن هي بغات تركز على هادو فقط، هاد المهاجرين بغات تعطي لهم واحد القانون خاص اللي كيأطرهم ويعرفوا فيها الحقوق ديالهم باش هكذا ما تهضمش الحقوق ديالهم. وطبعا حتى القصيرين هضرت عليها قبل، بما انه هضرت حتى على القصيرين اللي بغات انهم ما يكونوش ملي كيدخلوا لجهه معينه قبل ملي كيدخلوا الباتيراس مثلا، كانوا كيمشيو بزاف لواحد جهه فقط ما كيفرقوهمش على السنتروس اللي كاينين في اسبانيا كامله. هي بغات تقنن هذا الشيء وبغات انه يكون واحد التوزيع عادل لهاد الاطفال هادو اللي هما قصيرين غير مرافقين اللي كيجيو من المغرب في الباتيراس وكيفرقوهم على السنتروس اللي كاينين في اسبانيا كامله ماشي فقط جهه. اذا هادو مجمل هما المقترحات ديال الوزيره، ولكن لحدود اللحظه هما فقط مقترحات، يعني ما كاين حتى شي حاجه مازال، هي اقترحات. وفي غضون الايام المقبله او الاشهر المقبله من هنا 6 شهور الاولى غادي يكون اجتماع ثاني للوزيره مع الفريق ديالها، واكيد غادي يقدموا هاد المقترحات هادو، ومنها خصهم يمشيو مازال للبرلمان يقدموا المقترح كامل مكمول، يعني دابا غيديروا بورادور من بعد غيقدموا المقترح للبرلمان، وفي البرلمان خاصو يكون تصويت. هادشي كله شرحته لكم في واحد الفيديو قبل على الرايغو بارافورماسيون قبل ما يخرج، وكان فعلا صادقوا عليه وخرج، ونهار فاش خرج كنا علمناكم وتفاعلنا مع الموضوع. هاد الموضوع كذلك حبيت انني نحطكم في الصوره ونعطيكم تفاصيل اكثر كما وعدت الناس ديال تيك توك. على فكره تيك توك ديالنا هو، وحتى الانستغرام ديالنا ها هو، غنخليه هنايا باش هكذا نتوما تدخلوا وتشوفوا الفيديوهات اللي كنقدموهم بشكل يومي مختصرين، وفي اليوتيوب فيديو مفصل. غنعاود نذكركم لمره اخيره، ما تنساوش تفاعلوا مع الفيديو وصيفطوه للناس اللي ممكن انهم يكونوا محتاجين ولو لجرعه امل في هذا الموضوع هذا ديال الهجره. اي سؤال عندكم ما تردوش في انكم تخليوه ليا هنايا اسفل هذا الفيديو، غادي نتفاعل مع التساؤلات ديالكم وغنسجل فيها فيديوهات مفصله. عام سعيد كنتمنى يدخل عليكم بصحه وسلامه، تلاقوا في فيديو جديد وفي معلومات جديده، الله يسهل على الجميع ان شاء الله، ونتلاقاو مره اخرى. سلامه.